كما نفى المركز أيضا أنباء انتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات الوقود. وقد قام المركز بالتواصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تم سحب عينات من المحطات المشار إليها لاستبيان الموقف، مؤكدا أن نتائج تحليل تلك العينات أثبتت أن البنزين سليم وليس مخلوطا أو مغشوشا، وأن ما تردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.